شيء في الأدب الحديث يسمى بالأدب التصويري، وهذا نوع من الأدب الراقي جدا. قواعد التجويد تفيدك الأدب التصويري، يعني تعطيك حركية. أمثل لكم مثال لطيف، أمثلة أخرى تقرب المعنى إلى الذهن لكي نعرف وجها من وجوه عظمة القرآن الكريم. يقول تعالى: وجيء يومئذ بجهنم. ليش الله ما قال وأتي؟ أصلاً الفرق بين السماء إلى الأرض من ملايين الجهات، هذه جهة أتي فيها وقف، ما بها حركية، ما بها أدب تصويري، أتي كلش واقفة، تشوفون الكلمة كلش عادية، كل إنسان يقدر يقولها. لكن وجيء يومئذ فيها حركية، فيها إلفات إلى أنه أكو شيء ثقيل مثلا في أذهاننا، هذا قاعد يجرجر نحو هؤلاء أولئك العصاة. وجيء يومئذ بجهنم وليس أتي يومئذ بجهنم. مثال آخر: إذا جاء نصر الله. إذا جاء نصر الله فيها دلالة، جاء نصر الله فيها أدب تصويري، فيها حركية. ولم يستخدم الله سبحانه وتعالى مثلا إذا أتى نصر الله، أتى نصر الله واقف، إذا أتى نصر كلش يعني كلمة عادية. ولذا لاحظوا المقارنة، في مكان آخر حيث أكو مد جاب أتى، ثم لآتينهم من بين أيديهم، ما قال أجي أنهم، لاحظوا جاء وأتى المعنى واحد، بس إحنا ما نعرف هاي الدقائق، ولو عرفناها لما استطعنا الاستخدام بهذه الدقة الفائقة إطلاقا. ثم لأجي أنهم كان ممكن يقول، بس ما بها مد، ماكو مجال للمد. لكن الشيطان: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم والعياذ بالله شاكرين. إذن كل مد ففيها دلالة. مثال آخر من القرآن الكريم حتى نعرف بعض عظمة القرآن الكريم: يكاد زيتها شنو يضيء ولو لم تمسسه نار. إذا كان يقول ينير كانت واقفة، ينير جميلة ولها دلالة واضحة، يكاد زيتها ينير وقوف، لكن ما تقدر تمدها، مو صحيح تمدها، القواعد ما تنطبق. لكن يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، هكذا. وكذلك مثال آخر نمثل لكم أيضا، أنتم تتبعوا القرآن تشوفون حقيقة إعجاز، يعني تجلى ربنا لنا في كلماته في القرآن الكريم ولكننا لا نعقل كما في مضمون الرواية: وهزي إليك بجذع النخلة. إذا كان يقول وهزي جذع النخلة كلش كلام عادي، وهزي جذع، لأنه بعد حروف العلة إذا بعدها لم تكن ألف أو لم تكن شدة أو ما أشبه ذلك ما فيها مد. وهزي جذع النخلة، لا وهزي إليك، لذا الألف إجت هنا، لها عناية، فيها دقة لكي تكون هناك مدة دالة على الحركية بقوة. هزي لأن هي قد وضعت حملها، ما عندها طاقة، ما عندها قدرة، لا هزي إليك بجذع النخلة. إذن بعض التدبر في الآيات القرآنية الكريمة يكشف لنا عن بحار من المعارف، ونحن البشر الضعاف القاصرون.